عندنا زكاة الجاه. زكاة الجاه شنو؟ قضاء حاجة المؤمن. يعني واحد أفرض ما عنده طريق يوصل، واحد الله عز وجل مطي جاه ومطي مكانه ويقدر يوصل، لما يجي له هنا هذا الجاه عليه زكاة. شنو هي الزكاة؟ أن يقوم بقضاء حاجته، أن يقوم بقضاء حاجة أخيه المؤمن. لأن هذا العبد الواقع، العبد في ظل الله ما دام في قضاء حاجة أخيه، ما طول بقضاء حاجة، هو في ظل الله في رعاية الله، لأنه قضاء حاجة المؤمن أفضل عند الله من الطواف المستحب ومن العبادة المستحبة، لأن هذا ملهوف، هذا ملهوف. وإذا كان ملهوف وما عنده أحد، أنت ما تتصور ردت لهفة المؤمن إيش قد لها قيمة عند الله عز وجل. هذا إذا كان، خصوصا إذا كان ممن لا يقوى على الوصول إلى حقه. هاي أكو جاه عليه زكاة. شنو زكاة الجاه؟ زكاة الجاه أن تقضي حاجة المؤمن.